في الفكر السياسي الاسلامي اللي طغى، ما كنقولش هو اللي كاين دابا، ما كنهضرش بواحد الصفه معياريه ديال داك الشيء اللي خصو يكون الى اخره، كنقول دابا من ناحيه تاريخيه هادشي اللي وقع، واش داك الشيء اللي مزيان ولا ماشي مزيان هذيك هضره اخرى. هادشي اللي وقع هو ان علاش التوجه السائد كان هو التوجه هذا ديال الفتنه اشد من القتل، وينجموا على ذلك انه ما خصكش يثور على واحد القائد واخا يكون الى اخره الى اخره، هو ان فعلا الفتنه اشد من القتل. كان ذاك التصور ماشي حيت الناس كانوا بغاو الطغاة وعزيزين عليهم الطغاة وباغيين الناس يطغوا عليهم، ولكن كانوا كيعتبروا انه واخا يكون القائد يكون فاسد وما فيش الخصال ديال اللي خصها تكون في واحد خينا واحد السيد اللي خصو يكون قائد. رغم ذلك السلبيات التي اللي غتخرج من عدم وجود هذاك القائد غتكون أسوأ. شنو هو زعما شنو هو نعم الرأي ديالك في هذه المسألة هذه؟ طبعا، السمة الغالبة وهنا تنتج ما يسمى بفقه الأحكام السلطانية الماوردي من أهم المؤلفين ديال. طبعا واحد اللحظة مخافة الباطش ومخافة هذا، واحد جزء من العلماء وخذوا بعين الاعتبار بأنه كاين دولة ودولة كبيرة وكاين، قالوا بأنه يمكن السكوت على بعض فساد الحاكم حفاظا على شوكة الإسلام أو بيضة الإسلام أن تنكسر، ولكن كالإمام أحمد بن حنبل كالعز بن عبد السلام ما سمي بالقائمين ضد الظلم دائما كانوا هادو. ولكن حاجة مهمة جدا، ما عمر شي واحد يقدر يعذب الناس يقدر يسجنهم ولا كذا، وكما عمره ما قال بأنه صفتي كأمير للمؤمنين أو كخليفة تخول لي أنني أنا الوحيد، لأن من بعد غادي نتناقشوا في هذا الشيء هذا مزيان، أنا الوحيد الذي ينظر في النص الديني، أنا لا أحاسب. ما بغيت لا، ما عمرش شي واحد قالها نهائيا، وإلا لو كون قالها ما كانش غادي تكون الفرق وما غتكونش المذاهب وما غيكونش احمد بن حنبل رحمه الله تسجن، وما غاديش يكون العز بن عبد السلام دار ديك القومه ديالو، وما غيكونش مجموعه ديال الامور. ولكن هذاك الفقه تنتج في واحد البيئه معينه لواحد الاعتبارات معينه، وهنا فين جات الصيغه الحفاظيه، حفظ كذا حفظ كذا حفظ كذا. اما وان هذيك شوكه الاسلام ما بقاتش وهذيك البيضه ما بقاتش، لانه كانوا خايفين على ما سمي بالخلافه لا تنتصر، دابا ما بقاتش، فبالتالي هذاك الفقه ينبغي ان نرجع الى الزمان اللي كان تيقول فيه ابو بكر الصديق رضي الله عنه: وليت عليكم ولست بافضل منكم، ان رايتم في اعوجاجا قوموا فقوموه. هذا هو الوضع الطبيعي. وليت عليكم بماذا؟ واش بالسيف ولا بالاختيار ديالكم؟ واضح بالاختيار ديالكم، لانه اختلفت الطرق. هذا واش نقول بانه اساس تولي الحكم ما يمكنش يكون الا الشورى اللي تتعني الاختيار، حق الشعب في اختيار من يحكمه، واحد. ثانيا حق الشعب في محاسبة من يحكمون، جوج. ثالثا التعاقد مشروط، ما يمكنش تكون التعاقد مفتوح وغادي نجي من بعد ملي نتناقشوا ولا هذا، وغادي نقول لكم جميعا من يشاهدونا يجوجلي دابا ويقرا عقد البيعة ديال 1999، دابا حطوه قدامكم اللي تيشوفوا هذا عقد البيعه ديال 99، وقولوا لنا غير فينا هي المشروع بناء على ماذا تبيع. غادي تلقاو بانه ما كايناش بيعه ديال التعاقد اللي هي مشروطه، ولكن شنو كاين؟ كاين من مات وليس في عنقه بيعه فقد مات ميته جاهليه. هذا هو اللي استعمل الحسن الثاني في 1981 لما الاتحاديين ما بغاوش يخرجوا من البرلمان، ما بغاوش التمديد ديال البرلمان، راكم عرفتوا المناسبه من بعد كي قلت لا مزيان توضحها عمر. نعم
مزيان توضح لي ان الجمهور ديالنا ما مطلعش على الواقعة نعم في جزء منه. في 1981 الحسن الثاني بزاف ديال هذا كان بغى يمدد الولايه ديال البرلمان، يغير من 4 سنين ل6 سنين. هو هذا بغى يمددها. اي الفريق ديال البرلمانيين الاتحاديين رفضوا، ولما رفضوا الحسن الثاني قال لهم اذا كانت او اذا كان الدستور تعطيكم الحق انكم ترفضوا، انا بصفتي امير المؤمنين تنقول لكم ما عندكمش حق تعارضوا هذا القرار، وإلا عارضتوه راكم ضربتوا البيعة، وبالتالي راه اللي في العنق ديالكم، وإلا متوا راه ستموتون ميتة جاهلية. هادشي راه ما قالوش بزاف ديال عبر التاريخ. فاللي اساسي الخلاصه اللي نبغي نوصل ليها هو هذوك الثلاثه ديال الامور. المساله الاولى هو ان اختيار حاكم يكون من طرف الشعب وبشكل حر، اختيار حر طوعي. المساله الثانيه الاختيار ماشي قرار نهائي، هذاك علاش نقول البيعه المشروطه، المحاسبه سمي حاكما، بل قال ما اتذكرش شكون هو الصحابي، قال لي إن أنت جبيت درهما من بيت ووضعته في غير محله فأنت ملك غير خليفة، يعني أنت ملك، والملك راه دائما عبر هذا يشار إليه بالذم. الجوج ديال الاعتبارات، الاعتبار الأول طريقة التولي لأنه بالوراثة، والاعتبار الثاني لأنهم قرون بالظلم. عمر ملي طبعا كان غادي هضرتي تقولوا لي على، بريطانيا ولا هذا، غادي نقول لكم من بعد. لا واخا لا غادي شي ناس غادي يقولوا بريطانيا، ولكن هضرتي على المسألة ديال الوراثة كتدخل فيها القضية ديال النسب، ديال أنه السلالة القريشية إلى آخره. وكيف كنعرفوا في المغرب كاينه هذه المسألة هذه. واحد النهار تلاقيت مع واحد الباحث سعودي قال لي أنا ذاك المغرب مازال ما بغاش يتفهم لي، أنتم سنيين ولكن راه سياسيين راكم شيعة. من الناحية هذا زعما الدينية، هذا راكم سنيين ولكن المذاهبية سنيين ومالكيين، ولكن راكم من الناحية السياسية راكم شيعة. الوغ غادي ندوزو دابا للمسألة ديال المغرب، ولكن قبل ما ندوزو للمسألة ديال المغرب بغيت الرأي ديالك عمر في واحد المسألة اللي هي مسألة الشريعة. لانه ملي كتقول انه البيعة تكون مشروطة، ولا انه الدور ديال امير المؤمنين كيكون مقيد، في غالب الاحيان كنفهموه بمقياد هي واحد المعايير اللي هي جايه من الشريعه. وانه ولهذا انا تنعتبر انه كاين دراسات متعدده اللي تتبين مازال الان في المنطقه انه كاين واحد الشريحه كبيره ديال المجتمعات في المسلمه التي لا زالت تتشبث بالشريعه. كاين فرق، ما كيقبلوش انه يكون ان القياده ديالهم تكون دينيه، ولكن الشريعه كمصدر هذا مازال كاين واحد النسبه ديال التشبث بالشريعه اللي هي كبيره. وانا تنعتقد بعض المغالطات الاستشراقيه اللي بغينا نقولوا هي كيعتبروا هذاك التشبث بالشريعه بحال هو واحد التاخر فكري، بحال هاد الناس هادو مازالين هذا. انا تنعتقد ماشي بوحدي، كاين مفكرين اللي انا تنتبعهم في هذه المساله هذه اللي كيعتبروا انه بالعكس انه التشبث بالشريعه هو التشبث بسميتو بالبعد الدستوري ديالها. بمعنى اخر انه ملي انسان كيقول لك انا متشبك بالشريعه، هي الضمانه ديالو انه هذاك اللي كيحكم فيه راه مقيد بشي حاجه، راه ما كيديرش اللي يبغى، لان عنده واحد الحاجه سميتها الشريعه. ما كنهضرش على القوانين بالتفصيل ديال الشريعه اش فيها وقطع اليد وداك الشيء، وهذا اللي فيها اشكال، ما كنهضرش على المساله دي. ولكن على المفهوم، على انه هذاك السيد اللي كيحكم فيه انه راه ما يقدرش يدير اللي يبغى، انه عنده، وبالتالي ان الشعوب في الاسلاميه بقات متشبته بهذه المساله لصفه اللي بغينا نقولوا لغرض دستوري. كاين غرض ديني لا بدا والى اخره، ولكن كان حتى واحد الغرض دستوري لانه فيه الحد ديال فالسؤال اللي كتطرح ملي كنقبلوا هذه الفكره هذه، من ينتج الشريعه؟ بمعنى اخر القوانين، واش فهمتي؟ هنا كندخلوا حيت دابا هضرتي على القضيه ديال 81 عمر، السيد راه شرع، واش فهمتي؟ الملك شرع قال لهم انا قررت كاين واحد القانون ديال الشريعه قلت لكم دابا، هو انه الا انتم ما جيتوش حضرتوا في البرلمان راكم خرجتوا على المله والدين، وانه ما بقيتوش تحت حمايه امير المؤمنين الى اخره الى هنا. فكتطرح هذا الاشكال ديالها. اذا كان ممكن
تهضر على هذا، على هذا المفهوم هذا ديال العلاقه ما بين امير المؤمنين والتشريع والتطور ديالو في تاريخ، في التاريخ ديال اماره المؤمنين في المغرب، واش وقعت التطورات، كيفاش وقعت الى اخره. إمارة المؤمنين في المغرب بصراحة زعما هذا المفهوم ما قديمش بزاف. إذا رجعنا مثلا التجربة في المغرب، غادي نعطيكم مجموعة ديال المراحل. خذوا ما بعد الاستقلال باش ما نغرقوش بزاف. ما بعد الاستقلال وقبل دستور 1962، هذه فترة حكم فيها محمد الخامس الله يرحمه، وفي واحد الجزء حكم فيها الحسن الثاني الله يرحم جميع موتى المسلمين. أشنو استعملت فيها إمارة المؤمنين؟ في واحد الواقعة بالتأكيد غادي كلكم تتذكروها زعما، هو الواقعة ديال الحزب الشيوعي المغربي. 59 الحزب الشيوعي المغربي في واحد اللحظة بغاو يحلوه. شنو كان السند؟ واش استعملت إمارة المؤمنين كيف استعملت في 81؟ لا نهائيا. شنو اللي تستعمل؟ تستعمل القانون ديال الحرية العامة اللي هو قانون ديال الجمعية ديال 1958، وتستعمل على أساس أنه واحد الحزب ضد الإسلام. بالمناسبة لأن عجبتني الملاحظة اللي لاحظته جميعا على المقارنة ما بين الحسن الثاني ومحمد السادس، وكيف لا تصح هذا النوع ديال المقارنات، ولا هذا غادي نقارنه عاوتاني. اليوسفي الله يرحمه كل الضق بزاف، وعبد الله إبراهيم ما كانش ضق بزاف، والحل ديال الحزب الشيوعي تم في العهد ديال عبد الله إبراهيم، في الحكومة ديال عبد الله إبراهيم، وهي اللي رفعت الدعوة. والأخطر من هذا شنو هو؟ هو أنه الحكم ديال 1959، لأن كانوا قضاة فرنسيين، ما بطلوا الدعوة ديال. وشنو هو كان القضاة شنو قالوا؟ يا ودي حنا ما لقيناش شي حاجة تتقول لنا بأنه كاين تعارض ما بين الإسلام والماركسية اللينينية، ولقينا في القانون ديال الحزب التشبث ديالو بالمؤسسات والمقدسات ديال البلد، فبالتالي ما يمكنش نحلوا الحزب. واستأنفت الحكومه هذا الحكم هذا، وغيصدر الحكم الثاني، وان ذاك غادي يكون في عهد ديال غيتنفذ في العهد ديال الحسن الثاني. علاش غنقول لكم هنا لا ذكر لإمارة المؤمنين.